أوقات تجينا صدفة بالوقت الصح، بس أوقات كتير بتكون الصدفة بتوجع وبتجينا بالوقت الغلط. مساء الخير. مساء الموبايل اللي برن برن وما حدا برد علي. انفخ بحق لك كمان. في عارف ليه ما كنت عم ترد علي؟ كنت عم سوق. او اذا عم بتسوق طول عمرك ترد علي انت وعم بتسوق. وين كنت؟ كان زحمه كتير مو جاي عبالي اعمل حادث. لا من الصبح انا ودق لك ما عم بترد. ما تكون صرت شوفير تاكسي وبطلت تشتغل بالكافيه؟ اولا انا ما بشتغل بهذا الكافيه، انا صاحبه لهذا الكافيه. ثانيا انا ما رديت عليكي هيك، مو جا عبالي رد عليكي. بهالبساطه؟ ايه هيك بهالبساطه. ما فكرت انه يكون صاير معي شي مصيبه انا وبنتك، ما هيك؟ لا تخافي بعرفك، بتبعتي مسج اذا صاير شي. ما معقول شو اعصابك بارده؟ بدي اعرف هلا انت وين كنت؟ بالكافيه. كذاب. مش مزبوط. لا قوليها، ليه بلعتيها؟ يلا قولي انه انا كذاب، قولي انه انا كذاب. انا دقيت على الكافيه وقالوا لي من الصبح دهرت. في اعرف وين كنت؟ تسوى على خير. مش على ظهرك تكون زحمة انت ما بدك، بدك ترد علي، انا مش اجر كرسي بالبيت، بدك ترد علي، رد علي. بونجور. بونجور. ما بدك تبوسني قبل ما تطلع؟ رنا أنا ما عم خونك، صدقيني أنا ما عم خونك، بس إذا رح تضلك هيك رح نخسر بعض. أسامة، هاي أول مرة بعمرك بتقول إنه رح نخسر بعض. الحب ما بيجي بإلهادتنا، الحب إعاز من الله، لهيك هو الشيء الوحيد يلي ما فينا نخبيه. قد ما حاولنا وقد ما جربنا إلا ما عيوننا تكشفنا، وبالنهاية أي كسبة مصيرة أن تنكشف. قد ما كنا أذكياء وحاولنا أن نخبيها مصيرة أن تنكشف، بس كسبة عن كسبة تفرق. ما لقيت أبدا. أنت شبك؟ ليه مكتئب؟ ما بعرف، حاسس ما لي مزاج لشي. حكون الشباب سهرانين بفردان تنزل لهوني؟ عم اقول لك ما لي مزاج لشي. طيب تعال نطلع على البحر. يا زلمه انت شو فايق ورايق؟ بحياة اختك ولو يا زلمه ما تعديني باكتئابك، شو بك؟ ليش الاكتئاب صار بيادي؟ ايه بصراحه، وانا ما عندي مناعه منه. ايوه، وليش خايف انك تنحدى؟ لاني مبسوط فرحان، حاسس حالي رح طير من الفرح. خير، شو القصة؟ عشقان مغروم. اوف، مغروم هيك دفشة وحدة؟ طبعا ما حدا احسن من حدا يعني. شو قصدك؟
قصدي يعني مثل ما الاكتئاب بيعدي الحب كمان بيعدي، صح؟ خير ان شاء الله. من المعروف أن المرأة عندها حاسة سادسة ويمكن تكون سابعة تجاه الخيانة. هاي هي طبيعة الأنثى، بتقدر تحس بأي تغيير ممكن يصير مع الرجل حتى لو كان صغير كتير.